أخبار الفنانين والمشاهير اللبنانيين العرب والعالميين بها الفقرة من ستارز نصيف زيتون وأغنية الهيبة يلي عم بحطموا أرقام قياسية. خطت أغنية أزمة ثقة للفنان نصيف زيتون حاجز 12 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد أسبوعين فقط من إطلاقها، وبتجدر الإشارة بأنه الأغنية المذكورة منا الشارة الأساسية لمسلسل الهيبة بجزءه الجديد الحصاد، بل هي أغنية الختام للمسلسل وأصدرتها الشركة المنتجة من قبل أيام أو قبل أيام من انطلاق العمل بهدف التسويق له. نذكر بأنه الأغنية من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ. ننتقل لميس لبنان مايا رعيدي يلي شاركت بمؤتمر الأمم المتحدة يلي عقدته الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU بمدينة نيويورك، وين ألقت كلمة أمام طلاب لحثهم على أهمية دور المرأة وتفعيله بالمجتمعات، وواكبت محطة الام تي في نشاط الملكة بالولايات المتحدة. نجح العمل الدرامي الرمضاني 5.5 بأنه يتصدر الأعمال الرمضانية الدرامية بالعالم العربي، فضلا عن القصة المشوقة يلي بتدور بين أبطاله الثلاثة نادين نسيب نجيم، قصي الخولي ومعتصم النهار. روجت بعض المواقع الإلكترونية مؤخرا عن خلاف بين بطلي العمل أثناء تصوير مشهد مع البطلة، ولكن مصادر مقربة نفت لنواعم نفيا قاطعا يلي حاول البعض إثارته، وشددت على أنه صداقة وطيدة جدا بتجمعهم حتى خارج نطاق العمل. وبتابعوا مسلسل 5.5 يوميا عبر شاشة الام تي في على الساعة 10.5 المساء. خبر مفاجئ بيغضب جمهور أفاتار بجزءه الثاني، تصدر خبر تأجيل الجزء الثاني من فيلم أفاتار الشهير نتائج البحث العالمية مؤخرا، مع الكشف عن بدء تصوير أربع أجزاء ومنها الجزء الثاني يلي رح بيتم عرضهم بشكل متتالي. تناولت تقارير شركة ديزني للكشف عن جدول إصداراتها لها العام والأعوام المقبلة خبر تأجيل أفاتار 2 يلي كان من المقرر إصداره ب 18 كانون الثاني 2020، وهي المرة الثانية على التوالي يلي كان من المقرر إصداره هيدا العام. ووسط غضب شديد من محبي الفيلم أعلنت الشركة عن تأجيل الجزء الثاني لعام كامل ليتم إصداره ب 17 كانون الثاني سنة 2021، ولكن الخبر الجيد هو أنه رح يتم إطلاق 3 أجزاء متتالية بمعدل جزء كل عامين. كشفت الفنانة شمس الكويتية عن مجموعة من التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية خلال حلولها ضيفة على أحد برامج عبر إحدى القنوات العربية، ورغم بأنه نفت بشكل غير مباشر خبر زواجها يلي انتشر مع صور لها بفستان الزفاف الأسبوع الماضي، ساخرة من يلي تداولوا فاجأت شمس متابعيها بتأكيد خبر زواجها خلال الحلقة، وتحدثت عن تفاصيل زواجهم وعن زوجها وقالت بأنه إنسان محترم راقي متربي وأنه أهله ناس راقيين، ولأول مرة بلاقي عائلة زوج بتحتويني وبتحبني وبحبهم وبموت فيهم، أمه وأبوه وأخته الله رزقني فيهم. وأضافت بأنه منه خليجي ولكن عربي من أصول تركية. بتعيش النجمة التركية هازال كايا الشهيرة باسم فريحة حالة صحية غير مستقرة بسبب حملة من زوجها المخرج التركي علي أتاي، وهالشي دفع بالشركة المنتجة لمسلسل التركي حكايتنا إلى اتخاذ قرار مفاجئ بشأن حلقاته الأخيرة بعد الكثير من الأخبار عن صحة بطلته. ويبدو أنه حمل النجمة التركية رح يتسبب بخسارة لعدد من جمهورها، خصوصاً بعد قرار الشركة المنتجة بتقديم عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل يلي تحدد موعدها ليكون ب 16 أيار الجاري بدلاً من نهاية الشهر، وبالتالي ما بقي سوى حلقتين فقط من الموسم بدل من 4 حلقات ليعلن عن نهاية أحداث حكايتنا يلي كان يعد من أكثر الأعمال الدرامية التركية مشاهدة منذ بدء عرضه ولحلقاته الأخيرة. من بعد ظهورها بإطلالات عدة خطفت النجمة سيرين عبد النور أنظار محبيها ومتابعيها ومتابعي مسلسل الهيبة الحصاد، وصارت أحاديث كلها عن أناقتها المعهودة وأنوثتها يلي دايما بتطغى وين محلت. بتتألق عبد النور بأزياء عصرية بتناسب دورها بشخصية الإعلامية نور رحمة يلي بتأديها ضمن سياق العمل، والجدير بالذكر بأنه الهيبة الحصاد يعرض على شاشة
ام تي في خلال شهر رمضان المبارك على الساعة 8:30 المساء. منتابع مع خبر عن أنجلينا جولي. بعد مرور عامين ونص تقريبا على طلب طلاق، يبدو بأنه في تحول مفاجئ حصل بها العلاقة بين النجمين العالميين براد بيت وأنجلينا جولي. وبتشير المصادر الصحفية المقربة من النجمين بأنه بترغب أنجلينا جولي باستعادة زوجها براد بيت وأنه تعيش معه ضمن عائلة واحدة مرة جديدة، من بعد ما وجدت بأنه غير قادرة على المضي بحياتها من دونه. وذكرت صحيفة السن البريطانية بأنه قلب أنجلينا جولي صار عم بحن للماضي وأنه بتريد إعادة إحياء الزواج مع براد بيت بعد هالسنين يلي مرقت من المشاحنات على خلفية التفاصيل القانونية لطلاقهم، ويلي كانت جولي تقدمت فيها بأيلول 2016. يقال بأنه هي أوضحت لبراد بيت بأنه بتريد عودته لحياتها والعيش معا ضمن عائلة واحدة، ولكن هالتمني لهلأ بعد ما لقى ولا أي صدى مطلوب عند بيت على ما يبدو بيرفض لهلأ فكرة المصالحة الرومانسية وبيريد الاكتفاء بعلاقة متناغمة معها من أجل أطفالهم فقط لا غير. هيدي كانت أخبارنا بستارز. رح نتابع بعد البريك بالحديث عن الهيبة العودة، ولكن مع بطل من أبطال الهيبة خالد السيد بوول أوف فيم. خليكم معنا.